هاد المقابله كانت صعيبه بالنسبه لينا كما قلت لك بحكم الغيابات اللي كانوا ماشي بالسهل، ولكن عندنا واحد المجموعه اللي هي قويه اللي مامنه براسها، كنا نقدروا نفوزوا بهاد المقابله هذه، ولكن تبقى نقطه بالنسبه لينا ايجابيه كما قلت مقبلوا فيها اللاعبين المشكورين. ماشي بالسهل انك تضرب تامر وتجي اول مقابله بعد المده اللي جلسنا وجامعه تعرف الرجاء والجمهور ديالو، كان واحد الضغط كبير وكانت واحد المسؤوليه، ولكن كنا واعيين بها كما قلت لك كنا نقدروا نفوزوا بهاد المقابله. مي هي نقطه بالنسبه لينا فهي ايجابيه، غنحاولوا نكسبوا هاد المقابله. عندنا مقابله الاسبوع الجاي مقابله بالنسبه لينا مهمه من بركان، كيخصنا نديروا نفوزوا بواحد ثلاثه النقاط باش نزكيو الترتيب ديالنا ان شاء الله، باش ندوزوا واحد الموسم ان شاء الله اللي يكون ليه مزيان. كما قلت لك فرج المروه كيدير لنا واحد الضغط كبير اكثر من الفلوس بحكم التنقل ديالهم لا في داخل النفاس ولا خارج الميدان، فهم مشكورين، فحنا واعيين بالمجهودات اللي تيقدموا، فحنا كذلك خصنا نكونوا حنا واعيين بالمجهودات اللي خصنا نديروها في الملعب ولا خارج الملعب. كنتمنى ان شاء الله نبقاو غادي نفضل النسق لا من ناحيتهم ديال التشجيع ولا من ناحيتنا ديال الاداء داخل الميدان ان شاء الله. شوف سي نورمال ما كتكونش الفلوس كتاثر، هذه مفروغ منها، ولكن كما قلت لك اللي كيهم هو المجموعه، ملي كتكون المجموعه واعيه وكل واحد عارف وقت ديال الفلوس راه الفلوس وقت ديال العمل ديال العمل. كما قلت لك الجمهور بعض المرات ما تيعرفش شنو كتعيش، واش كتخلص ما كتخلصش، شنو كاين، كيعرفوا في التيران دونك التيران وما تيبان لهم كل شيء. قلت لك كما قلت لك حنا واعيين بالمسؤوليه، عارف الفلوس مرات تجي مرات تمشي، مي الفرقه خاصها تبقى ديما في المقدمه، ما خصهاش شي ياثر علينا ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله النتائج هما غادي يجيبوا الفلوس ان شاء الله. حنا خدامين وكنقوموا بالدور ديالنا ان شاء الله. جات الفلوس تبارك الله، ما جات الفلوس راه كتكون الجميع ان شاء الله يكون الخير، ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. كما قلت لك فما النتائج هما اللي كيخليو الناس انهم يخدموا ويجيبوا الفلوس ان شاء الله. كنتمناو الخير هذا العام هذا ان شاء الله، ونديروا نتائج اللي هي ايجابيه.